السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير حلوى مايزينا بمقادير بسيطة وسهلة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندنا في المقادير 125 غرام ديال الزبدة او مارغرين، عندي ملعقة صغيرة ديال خمارة الحلوى، صفر ديال البيضة، نص كاس ديال السنيدة، شوية ديال المنكه ديال اللوز او اي نكهة كتفضلوها. ممكن ديرو قهوة سريعة الذوبان او فاني اللي كيعجبكم. وهنا عندي تقريبا 150 غرام ديال المايز. اول حاجه كنبدا بها كناخذ الزبده، غادي نزيد عليها السكر سنيده، غادي نخدمها مزيان بايدي. غادي نزيد عليها الصفر ديال البيضه، نخدم مزيان. غادي نزيد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، نكهة اللوز، خلط كل شيء مزيان. عاد نبدا نزيد مايزينا او النشا بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. هذه هي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها، تقريبا خدات لي 160 غرام ديال المايزينا او النشا. ممكن نتوما اللي ما كفاتكمش هذيك 150 غرام كتزيدوا شويه الدقيق حتى كتجمع لكم مزيان تولي على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ العجينه ديالي، غادي نقسمها على جوج، غادي نحربلها. دابا من بعد ما حربلتها على هذا الشكل، غادي ناخذ موس، غادي نقطع بشكل مائل، نحيد الجهه الاولى. غادي نقطع على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، تيعطينا هذا الشكل بحال هكا. غادي نكمل بنفس العمليه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامل. دابا من بعد ما كملت الحلوه ديالنا سرحت ليها بابي كويسون، او ممكن دهنو غير بالزيت وترشو بالدقيق. غادي ندخلها للفران يكون سخون من قبل حتى كتحمر شويه من التحت، نخليوها غير شويه تحمر تاخد غير واحد اللون ذهبي شويه صافي كنخرجها. واخا كتبان ليا مازال رطبه راه فاش تبرد تتقصح. دابا من بعد ما طابت الحلوه ديالنا وهي باقا سخونه كنديرها في السكر كلاصي غير بشويه، راه دغيا كتفرتت بالاخص فاش تكون باقا سخونه. كنحطها في شي تبصيل، هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما كملت. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش تابوناو في قناه طبخ ليلى باش يوصلكم دائما الجديد. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم المشجعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.